عمرك سألت نفسك ليه بعض المؤسسات بتبقى متوفرة لها كل عناصر النجاح لكن ما بتنجحش؟ وليه أحياناً يبقى عندك أحسن كفاءات في كل التخصصات لكن ما تعرفش تحقق بيهم نتائج؟ والسؤال الأخير والأصعب، ليه بيعلمونا حاجات كتير قوي عن شغلتنا لكن ما حدش علمنا إزاي نقود مجموعة من الناس ونحقق بيهم أهداف؟ مرحب في شغل عالي، برنامج اللي هيكلمك عن الشغل وتفاصيله بالمصري كده، لاننا اكتشفنا اننا اتغيرنا في حاجات كتير قوي اتغيرت في البلد. احنا بقى محتاجين نتغير ونجري اسرع، عشان كده في كل حلقه هنكلمك عن شغلانه بعينها، هناخدك تشوف واحد من كبارات الشغلانه دي، ونرجع مره كمان نحكي عن اشهر 10 كذبات بيكذبها الشخص اللي بيشتغل في الوظيفه دي. ولأنه طبعاً مش كلنا عايزين نكذب ولا بنكذب يعني، بس هنكلم كمان عن 10 تحديات وحاجات إحنا ما نعرفهاش عن كواليس الشغلانة، وكمان هنشوف بعد 10 سنين هنروح لفين.